بونجور بونجور ا توتي ا توس، صباح الخير عليكم. الزول في اللون اسا الحد 20 اكتوبر 2024 كما راكم تشوفوا لي بغيار، هذا وين بداو يتهزوا على لافيل الضباب، هذا وين بدا يتهز على لافيل كوميم. يا دي ريون دو سولي، لو سولي ا ريوسي ا لونسي سي بروميير سي بروميير ريون كما راكم تشوفوا. فوالا مي توجور الضباب مازال يكوفر ان تي بو لي كولين كما راكم تشوفوا اي لا فيل اوسي. دي دوغري دو تمبيراتور ان سيت ماتيني. الأرض فإذا فسدت بالحب بما زمله لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح فرقا وتدرس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يكبون سراجا ويضعون تحت مكياج، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فمن كتابكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدان آمين. نسجد لك يا المسيح لنعبيك الصالح والروح القدس، لأنك كنت وخلصتنا، أرحمنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مسك سقط خطايانا يا المسيح إلهنا ونجنا نصرة الأراه. أو رب سمعنا، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت زور الكلام، أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. ثبت منك أيك أجب لمواتي. أيسون كديانا أيسون رحمنا يا كريالايسون 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 عن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس مصالحات والنفعات، فارزقنا يا أنت الذي أعطيتنا السلطان لندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. قديس كيرلس وقديس باسيليس. تواضع بعضكم لبعض لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقيين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلع. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن هنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيان، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يا رب ويترك الخراف. صباح الخير عليكم. بونجور ا توتي توس، مرحبا بكم مره ثانيه. تلاقيكم بالقهوه سي نورمال، لازم صباح رب العالمين انسان ديما يتلقى بالناس بالقهوه ولا بالورد ولا بالكاطو. دونك انا نقول لكم صحه القهوه النون، صحه قهوتكم بون كافي ا توتي توس. خطره هذه سي بو ريغولي كومونسي لا جورني تاع اليوم تاع ديمونش. خطره خرجنا باش مع وفد باش يدشن واحد مشروع، رحنا صباح بكري خلاص 6 نتاع الصباح مشينا باسكو بعيد شويه. ادور ما جينا نلحقو نقول 8 كي لحقنا صباح ربي الناس كل حتى القهوه مازال ما شربوهاش
وصلنا لقينا رئيس البلدية جاب القصعة هذيك معمرة بالبيطون هكدا معمرة بالبيطون وزدنا لكم منها باش الآخر يهز الهدشين هذاك المشروع يهز الآخر يحط هذاك الآخر ويحط عليها السيما دلوك كيف اسمه هذاك الأمين العام تاع الأمين العام شافو دلو شي ياسين رئيس البلدية تا الناس يتلاقاونا بالقاطو والنوار وانت تلاقينا بالبيطون ما لم تلقيكم بالقهوة خلينا من البيطون. كنتو تشوفوا دركا كيف اسمو صلاة القداس الإلهي ميكائيل اللي دارت يوم سبت 19 أكتوبر 2024 في المشرق. أنا حبيت هنا بهذا نعطي لكم باللي كسوا في الإمارات ولا في الدول العربية كاملين اللي عايتوا روح الدول العربية كسوا الكويت ولا الناس كامل عندهم الديانات مختلفة عندهم الإسلام عندهم المسيحية عندهم دوت كونفيسيون وعمرهم ما يمنعوا الناس باش يصليوا يعني لا ليبرتي دو كولت هذه كيما خوتنا التوانسة اللي نحييهم اليوم الحد حتى هما عندهم المسيحيين عندهم اليهود عندهم كاملين خوينا المغاربه كيف كيف الا احنا عندنا الجزائر اللي المسؤولين تاعنا اللي كما قلت لكم البارح ما يحبوش يفهموا باقيين على فرد صديري اذا غلط واحد هز الطوموبيل وخرج حكم لوطوروت رايح يروح لتبسع وهو حاكم لوطوروت نتاع باتنا ما نحبسوش ما نكملوا خلاص غالطين نكملوا لاش تا مالاش رايحين نقدروا نروحوا لتبسه ما كانش حنا نبقاو نكملوا حتى نخرجوا من الجزائر خلاص ونكملوا حنا رايحين كيما هذه الجزائر ما يحبوش يستعرفوا ما يحبوش يقول يا ولدي هذا ربي سبحانه عز وجل وربي ما كلف حتى واحد باش يمنع الناس من الصلاه ولا باش يقول واحد نتاع علاه تكون مسلم ولا علاه تكون انت يهودي ولا تكون انت من دبر راسهم كل واحد يدير واش يطلو دونك هذه وحده ثانيه لا دوزيام بروف اللي حبيت نمدها للناس اللي يقولوا باللي العربيه هي لغه القران هاكم تسمعوا كيفاش المسيحيين تاع المشرق ويهضروا بالعربيه وقاعدين يصليوا بالعربيه ماهوش الاسلام خلاص مي المسيحيه يسمى هذه لغه ما عندها حتى علاقه لا بالمسيحيه لا باليهوديه لا بالعربيه هذه لغه نتاع الناس عرب يهضروا بها وخلاص لو كان تروح للمسيحيين الفرنسيين تلقاهم يصليوا بالفرنسيه تروح للمسيح تلقى واحد يهودي على كل حال زاد في اسرائيل هو ولا دخل الديانه نتاعو الديانه المسيحيه تلقاه يهضر باللغه اللي يعرفها هو سيتو هذو لغات ما عندهم ما يدخلهم بالدين الناس اللي يجي يقول لك هذا ربي قال والقران والعربيه لغه القران وربي يهضر مع الناس بالعربيه هذه غير الناس قاعده كيما قال واحد تضرب في الريح بهراوه وخلاص الوغ كيما علاش هذا حنايا ديما نديروا هذا الفيديو هذه كما قلت لكم ديما ندير هلا فيديو سي بوغ كيما قال واحد سوتنيغ نو زامي نو فخيغ كريتيان كي اون الجيري نو بوف با اكومبليغ لور كولت ما يقدروش يصليو صلاتهم خويانا المسيحيين لاشتا راهم قلال وواحد الوقت كانوا هما الاكثريه هذه كانت المسيحيه هي الاكثريه في الجزائر باش الناس يكونوا على بالهم باش الناس يطالعوا على التاريخ نتاعهم في الجزائر باش الناس ما ينجموش يزوروا التاريخ والتاريخ ما يتزورش قول واش بغيت اهدر واش بغيت قول الجزائريين راهم اقباط الجزائريين راهم على باليش واش يكونوا الجزائريين راهم وتحيه كبيره الى خوتنا الاقباط الجزائريين راهم ديز امريكا الجزائر بصح لو كيف اسمو ليستواغ كاستوغا ليستواغ استوغا ليستواغ مهما واش نديرو انا دوكا نجم دوكا نقول لكم اليوم راهو في اكزومبل الاثنين راهو الاثنين الوغ كو سي ديمونش نقول على روحي اني نهضر بصح لا رياليتي سي ديمونش ما نقدرش نغير ما نقدرش بي با الناس في الجزائر لازم يعلموا باللي الجزائر كي كانت نهار قبل ما يسموها الجزائر ولا اسمها نوميديا ولا واش يسموها كانوا مسيحيين وكانوا يهود ما كانش الاسلام هذا ما كانش اكزيستو با الاسلام الوقت هذاك كي كان يوغرطا وماسينيسا وديهيا واللي قبلهم ثاني احنا ما نعرفوهمش مي عمرهم ما كانوا مسلمين الاسلام دايور هو اللي جا الاخر خلاص كي جا الاسلام بعد ما عداه نعام العوام اللي عداو سنين وسنين الوقت هذاك قبل ما يجي الاسلام
الوقت هذا كان تم المسيحيه وكانت اليهوديه، وكما في الجزائر كانوا مسيحيين ويهود. احنا لي زونسيتر نتاعنا جودنا الاولين ما عندهم حتى علاقه بالاسلام، حتى جاوا العرب، كي جاوا العرب من 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 شبه الجزيره العربيه وجاوا مد الجين بالسلاح وبالفلاش وبالاخر، وداروا حروب مع كيف اسمه مع الجودنا، وتقاتلوا معاهم كيما دي هي قتلتهم وحركت بهم الارض ودارت وما دارت ودارت. علاش؟ باسكو حبوا يدخلوها، قال لا لا سيدي موش حبوا يدخلوها هما واحد الوقت كيما تدخلش الاسلام لازم تمد فديه على حسابهم هما، مد فديه مسخير يعني يشربوا عليك. اه يجي واحد لي انا يقول لي انت مسلم، نقول له لا، يقول لي اتسوارزات علاه فديه. الله يا سيدي فديه واش يا راجل، فديت واش؟ تا ربي سبحانه عز وجل خلى الناس ترونكيل، انت تجي تسرب عليه تنحي له دراهم وتجي تقول لي فديه؟ خليك يا راجل، تقول ربي قال لي ولا انت تهضر باسم ربي؟ انت هو بورت بارول تاع ربي ولا؟ او عيب عليهم تهضر الهضره هذه، انسان اللي يهضر ديما هذه يقول لك ربي قال، قالنا مكتوب في القران. يا ولدي انت القران كتبوه جدودك جاي تحب تحطه انت على الناس ولا كيفاش؟ حتى ولو نحن مؤمنين، رانا مؤمنين بصح ما نجموش نحكموا الناس بالقوه بالسيف، ولا انا مؤمن نؤمن بالقران، القران اللي فيه الخير، القران اللي قلنا انتم راكم مسلمين راكم مسالمين وراكم كلكم اخوه، كسوا مسيحي ولا يهودي ولا امريكاني ولا هندي ولا واش يكون، راكم كل اخوه راكم كل هذه نؤمن به. بصح انا نروح نلقى في القران قتلوهم وضربوهم وقتلوهم، هذه انا ما نؤمنش بها، ما هذا انا انتم امنوا بها على روحكم. انتم راه زيد حتى في القران اكتب قال كي تلقى واحد من عين مليله اذبحوه، روحوا زيد، ولا تلقى واحد من خنشله اقتلوه، زيدوه وطبخوها على روحكم مادام جدودكم كتبوها. وانتم زيدوها زيدوا. حنا هذينا ما نؤمنش بها، خاطش ربي ما يقولش اقتل، عمره ما يقول اقتل، عمره حتى في الحروب. الحروب لو كان جا ربي يحب ينصر ناس اخرين مع اخرين، الاخرين يجمدهم ما يضربهمش، يجمدهم خلاص، هذا ما كان مي موش يجي ينزل لك كيما قال لك واحد الوقت يتمسخروا بينا، نزلوا الملائكه، ايا خلينا من الفيلم هذا اللي ما مي مي المخرج ما يقبلوش ما يقبلوش. دونك اليوم حنا في الجزائر ما كانش الناس ما تصليش، اليوم مغفورين للكنائس، مغفورين الجهل هو اللي يدير كيما هكا. واحد حنا جهلنا واحد الوقت حتى كي دينا الاستقلال، الاستقلال تاعنا لا يدي ديتورني كيما يقول الواحد، نورمالمون تقلينا من 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 الناس اللي جاوا حكموا لنا البلاد، نكملوا نخدموا نورمال، المسيحي مسيحي واليهودي يهودي وروح وروح ما نجيش انا قال اي 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 نحي نحي هذه كيف اسمها كنيسه رجعها رجعها. انا نحشم والله غير نحشم، انا كان جامع في خنشله، كان جامع في خنشله ندخل له نتفكر بلي راه كان كنيسه ولا غير نحشم، والله غير نحشم، والله غير نحشم ونقول بالك ما ندخلش فيه خلاص. علاش؟ باسكو ما تصلحش. انتوما من الناس اللي تهضر على الاستوار تهضر ويقولوا عمار بن الخطاب كيما قال واحد راح باش يصلي ما لقاش الجامع في هذيك الكنيسه، قعد بحال الكنيسه وصلى بحذاها، وقالوا له تنجم تخش انت على الكنيسه، قالوا خش تصلي هنا، قال لهم نو ما نخشش خاطر كون نخش يجي النهار وين يقول لك لازم نديو الكنائس نرجعوه نرجعوهم مساجد كاينه ولا تكذبوا، اذا تكذبوا علينا قال احنا نكذبوا عليكم، احنا ما قلناش انتوما تقولوا. كيفاش اليوم انت تجي تنحي الكنيسه تريبها ودير وسط في 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 في, في بلاصتها الجامعه؟ سي با نورمال، سي با نورمال. هي الدار السوفي هكذا السوفي بار كما قال واحد نقولوا حنا بالسلم، بالسلم باكزومبل الناس ما عندهمش. انا قالوا لي بلي في اسبانيا وفي فرنسا كانوا ناس ما عندهمش وين يصليوا مساجد، كانوا ناس تبرعوا، تبرعوا ناس تبرعوا بالكنائس تاعهم عطاهم المسلمين. كان انا نشفع على انايا قال لك واحد البلاصه ما نعرفوا نجيها في فرنسا وين الناس ما لقاوش وين يصليوا، وراحوا لرئيس البلديه طلبوه قالوا يا ولدي اعطينا قطعه تاع ارض وباش نبنيو فيها جامع. دار له طلب قال لهم خلي دوك نشوف مع الكونسي نتاعي ورد لكم الخبر. كي راح شاف مع الكونسي نتاعو، الكونسي قالوا له يا ولدي حنا نعطيو لهم ما كانش مشكل، نعطيو لهم ارض ونعطيو من بعد نشوفوا كيفاش يبنيوها يطولوا كيفاه راح يديروا منين راح يجيبوا الصوار. قال لك يلموا لهم في الجوامع منا ومنا ومنا ويبنيو. كاين واحد اقترح قال لهم يا ولدي حنا عندنا الكنائس بزاف هنا في البلاد هذه، جامع ما عندناش، هاي كاينه كنيسه مغلوقه
يروحوا لها قليل وين يروحوا لها الناس، ما بالك ثلاثة ولا أربعة ساعات ما يروحوش خلاص، بالك نعطيوها لهم يرموها ونزيدو نعدلوها لهم ويديروها جامعة وخلاص. صاص فيه هكا صاص فيه، وراحوا عيطوا لهم وقال لهم يا ولدي روح نعطي لكم واحد الكنيسة نعطوها لهم، قال لهم هذه ها هي مبنية لاباس عليها، دوكا نتوما ترجعوها مسجد وتصليو فيها ونجي نعطيكم باركينغ من هيه قبلوا ورجعوها مسجد وخلاص ويصليو فيها ومن روحوا نتوما هنا في الجزائر نحي انت جامعة للناس اللي ما تصليش فيها ورجعوا كنيسة. يا والله يطبقوا عليك السماء، السماء يطبقوها عليك. في ضربة الكورونا شفت انا في اسبانيا والله ما نعرف وين جاي في الانجليز وشفت منها ناس مسيحيين لا المساجد قفلوه ما خلاهمش يدخلوا فيهم ولا ما عرف واش، كاين اخرين مسيحيين قدروا يحلوا كيف اسمه الكنائس تاعهم وعيطوا للمسيحيين هذه الخطرجين ندير لكم تسمى تشوفوها، مسيحيين عيطوا للمسلمين وقال لهم اروحوا لنا ادخلوا هنا وقوموا لصلاتكم هنايا وقوموا الاذان هنا وصليوا معنا هنايا وقالوها. روح انت اليوم عندنا هنا في خنجلة ولا خسرطينة ولا في الجزائر حل جامع وعيط للمسيحيين والله اني حرقوك الله العظيم والله اني حرقوكم. علاش؟ باسكو احنا نتاع عنف، الفو تعرفوا باللي احنا رانا نتاع عنف، هذه الناس نستعرفوا بها. ما تجي تقول لي يا ربي، ربي خاطي، ربي حاجه، ربي ما هدرش معاك، ربي وقاعد في بلاصتو، راك انت اللي تاكل في الشوك باسم ربي سبحانه عز وجل، كل حاجه اللي دوها ربي قال، يا هم الناس داروها ربي ما منعهمش، ربي منع الناس هذوك كي عيط للمسلمين قال لهم اروحوا تصليوا عندنا هنا منعهم ربي قال لهم لا ما تصليوش هذه كنيسه ما يصلحش فيها صلاه المسلمين، ما منعهمش ربي خلاهم ربي. احنا ثاني قادرين عندنا مسيحيين معانا اليوم خويا خليهم يصليوا ارواحهم، علاش تمنعهم؟ علاش تمنعهم دوكال دروات تمنعهم؟ تقول باسم ربي اعطينا ورقه ولا اعطينا حاجه تثبت باللي ربي حطك انت بورت بارول نتاعو، ما كانش حتى الانبياء اللي يقولوا واحد الوقت راهم انبياء راحوا سيفيني سيدي. اليوم لازمنا نعيشوا خاوه مع بعضنا، المسيحي هاو عنده الاكليز نتاعو، اليهودي يروح للسيناغوغ نتاعو، احنا المسلمين نروحوا كيف يقولوا نروحوا للموسكي نتاعنا، وهذا هو هذا هو التسامح. مش بيجيكمش بعض الناس اللي غالب عليهم جهلة، هي كي جهلة اتونسيون، كي واحد يقول واحد انت جاهل راه ماهوش السبان هذا ولا نو 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 اتونسيون، جاهل سي كوا ديرها اون فرونسي سي ان انيغون، انيغون انيغ كوا انيغ، انا اليوم جينيغ كان اليوم راه تصب النو في قسنطينه باكزومبل جينيغ نجهل صدي نجهل كان هذا هو. احنا دورناها هذا واحد يقول لك واحد او جاهل صدي جاهل يعني ما يعرف والو، لا جاهل هو صح سي ابراهيم ما يعرفش اليوم باللي في قسنطينه اليوم راهي قايله، يجهل هذا الشيء هذا واش عيب، قال ودي سي اليوم في قسنطينه راهي كاينه شمس، يجهل الانسان قال انا نجهل انا اجهل سيتو. دونك الناس مساكين يقول لك لا احنا الدين تاعنا هو كلش ما نستعرفوش بالاخرين، الاخرين كفار يكفروا الناس واللي هو على حسابهم هما، حنا عندنا الحق والاخرين غالطين، وهذه هي الكارثه. نجي مع واحد نوقف معاه في صحراء انا وياه يقول لي شوف الشرق راه من تحب ولا ما تحبش، هو ما شاف والو ما عنده لا بوصول ما عنده لا حتى حاجه لا منا، نقول له يا ولدي لا انا نقول له من بالك يضربني ولا بالك من، يقول لك لا من حتى ولو غلط، كيما نقولوا حنا الشاويه نتاعنا نقولوا الشاوي راس مالو تغنت معزه ولو طارت، معزه ولو طارت سيتي مشابخ حتى ولو سي تونفولي، وهذه يحكيو بكري يقولوا كان بكري في وقت كيما نقولوا لحد واحد زوج من الناس تغنوا شافوا حاجه بعيده عليه خلاص، واحد يقول له خروف واحد يقول له لا معزة، الاخر يقولوا لا راهو واش يقولوا غراب، واحد يقولوا لا راهو كيف حمامه، واحد يقولوا قالوا هيا نروحوا نقدموا هيا نقدموا، كي قدموا قريب يوصلوا من قد هذيك الحاجه طارت راحت، قالوا الاخر معزة، حولي لنا الشيطان انت معزة طير ولا، قال لي شوف معزة ولو طارت خلاص، حتى حنا اوني تيتو ما نخموش ما نقولوش كيفاش ربي سبحانه وتعالى اليوم خلى الناس ليبر
ما جاش اليوم لحكم الناس دراع ولا ريب ليزيكليز ولا ريب الجوامع ولا خلى الناس ليبر، خليوا الناس ليبر، كل واحد اللي يحب يروح يصلي يصلي، اللي يحب عندك كاينه قوانين، كاينه قوانين لازم قوانين تاع الجمهوريه، الناس لازم البلاد هذيك مديره قوانين، انت لازمك القانون تحترمه. خويا هذا مسجد، واش مدير مسجد تيكوا مسجد مدير باش تدخل تضرب فيه لا جيتار ولا تلعب فيه البالو؟ لا، مسجد تدخل تصلي فيه هكذا، تقرا فيه القران، تصلي فيه، توضا داكوغ. بصح لو كان غدوه تجي دير لي فيه السياسه ولا دير لي فيه البالون يتلعب البالون فيه ولا تجي دير لي فيه الموسيقى نحبسك، قال حبسك محمد. لا من فضلك راك خرجت على القانون، كيف كيف الاجليز نديروك الاجليز تروح، حنا مش راني نديروها لك، ديرها وحدك تصلي فيها وتروح تروح على روحك، واحد ما يقول لك علاش، مي تجي تقفلها له انت، راه تضرب فيها انت كيف اسمه المفتاح، ومن بعد الناس اللي يجيو ثما ولا يحبوا يجيو يصليو ولا يحبوا منات، قال هذو راهم كفار وهذو راهم ما يخافوش ربي وهذو راهم، انت اللي قاعد تظلم في الناس، هذو ربي خلاهم ترونكيل وانت تظلم فيهم. حتى شو كان ربي يحب اللي الناس اللي كنتوا تشوفوا فيهم دركا، حب يشافهم باللي خرجوا على القانون وخرجوا على الدين وخرجوا منها الدين تاع من تاع ربي، كان ربي يعاقبهم، ربي ما يعاقبهمش حتى ولو مغلطين، ربي خلاهم. حنا ثاني حتى ولو رانا غالطين في صلاتنا، ما ربي يدخل ما دخلش، انتم اللي دخلتوا، انت العبد هو اللي ولا يحب كيما قال واحد يفرض رايه على ناس. تكون انت مسلم دراع، انت تكون مسيحي دراع، انت تكون يهودي دراع، هذه هي، هذه شكون اللي غلط اللي يدير فيها ربي؟ لا، دخل في الدين؟ لا، هذو الناس اللي بالقوه. كيما واحد الوقت الناس اللي جاوا من الجزيره العربيه جاوا بقوه بالسلاح منا، قال تدخل الاسلام باش هذا مكان ما فيهاش دين اخر، هذا هو الدين اللي بعثه ربي باش بالقوه. ماهوش يجي كيقول لك يا ولدي حنا جينا بالك نتشاوروا في واحد المساله، قال واش قال اليوم وعدنا نبي نزل عليه الوحي وكذا وقلنا باش نشوفوا الاسلام هنا، دخلوا مرحبا، ما حبوش يدخلوا، قال سيدي الله يهديكم وخلاص نروحوا نشوفوا بلاصه اخرى وخلاص. لا، تجي نحيوا لك كلشي نتاعك، ها كيما نقولوا حنا دوكا نطلع عندي واحد جاري الفوق باكزومبل، جاري هذا نتقابل انا وياه، نطلع عنده نحيوا التلفزيون نتاعو، قال غنيمه، نديروا المراه نتاعو، قال هذه لا لازم نديها انا، هو ما يستاهلهاش باسكو كافر، ونجي هنايا ونفرح ونقول ربي قال، لا ربي ما قاليش انا غلط. فوالا دونك باش ما نطولش عليكم في هذا الحد هذا، الناس اللي راح تصلي اليوم لا ميس نتاع اليوم نقول لكم كامل بون ديمونش ا تودي ا توس، صحة صلاتكم، ان شاء الله صلاتكم تكون مقبوله علينا وعليكم ان شاء الله، ما تنساوناش بالدعاء، تدعيوا لنا حنايا خاوتكم المسلمين كيما حنا نهار الجمعه ندعيوا لكم لكامل الناس اللي ماهمش مسلمين، هذا هو التسامح بين الناس، الناس لازم يكونوا متسامحين، يكونوا ديما ديما شفتوا شفتوا المسلم ديما المسلم، المسلم مسامح، المسلم ماهوش اللي يجي هنايا يقول لي انا ما نمشيش معاك في هذيك الحاله هذيك نضربك ولا انا ولا نعاديك، لا المسلم يكون ديما يكون مسامح، يكون ديما عليه يقول لك مسلم، لا الاسلام جا لا بي لا سي لا بي، الاسلام سي لا بي سي با لا فيولونس. انا نقول لكم الحق، اذا الاسلام نتاع لا فيولونس انا مانيش مسلم، انا نقول لكم بالضبط بعد، اذا الاسلام يقول اذبح ويقول اقتل ويقول اسرق ويقول منا، انا خاطيني هذا الدين هذا سي تو، دونك يفو دي فوا كوريكت وخلاص. فوالا دونك هذا هو، ان شاء الله من بعد نعاودوا نرجعوا في نوتر فيديو ان شاء الله، نقول لكم قيم دي لهنا، بون ديمونش ا توتي ا توس يا توتي ان شاء الله.